جينا كنتفرجوا في منتخب على اساس انه عمره زعما عمل شي حاجه، ما قلناش كنتسناو شي حاجه زايده، جينا نتفرجوا فهمتيني، ما كنا ماشي الا كانوا عملوا شي حاجه ما عملوا والو يجيب الله. عجبتني هاد النهار لعبوا مزيان المنتخب، راه واخا ما ربحوش حنا ديما معاهم. فيفا ماروك. كنا نشرفونا لعب الصراحه، لعبوا كره مزيانه، هذا هو اللي خلانا شويه اليوم خرجنا شويه مرتاحين شي شويه، واخا معصبين ولكن خرجوا كره لعبوا كره مزيانه، ولكن الحمد لله كسبنا منتخب اليوم مستقبل، كاين ان شاء الله غنديو كاس افريقيا ان شاء الله في المستقبل. يعني 0-0 يعني من اللي كيمشي حتى روسيا ويتفرج يمشي احسن لنا ويخسر الاموال ويدير لنا، والله غير كتبقى زيرو كتبقى منها. خاوة لعبوا ماشي ما لعبوش ولكن خاوة ما لحد ما ساعد شي، وكرة هي هادي ما عندك ما تعملو، المهم فيبا المغرب فيبا منتخب وصافي. الصراحة شفنا منتخب كبير ونتيجة مشرفة وزعما يستحق انه يتأهل ويستحق انه يفوز، ولكن من هادشي كامل انهم فرجونا زعما الصراحة، وحنا فخورين بالمنتخب المغربي. صافي نتمناو ان شاء الله في 2022 يعملوا شي حاجه. ما تخافش وقفوا له في الحجر ما تحركش، غلط واحد تخشى فينا كون، غلط واحد عملنا تخشى فينا كون، ولكن واخا هذاك برافو المنتخب. بسيطة كنت باغي التغييرات يكونوا شوية بكري، بغيت كنت كنفضل فيصل فجر، كنفضل فيصل فجر هو اللي كان عنده الحماس وعنده الرغبة على بعد، كنت كنفضل التغيير فيصل فجر بلاص بالهندا. وكنت باغي نلوم المنتخب ولكن الصراحه فاجأني بزاف، والمنتخب لعب مزيان بزاف، ما عنديش ما قدرتش نلومه. الشعور بالخيبه، كنشعر بالخيبه، لعبنا كوره احسن من البرتغال، اسبانيا منتخب اسبانيا ما لعبش كوره بحال اللي لعبنا حنايا وما جابش الله. التغييرات ما كانتش في محلها، 50% المسؤوليه كتحمل رونر، التغييرات ما كانتش في محلها مره نهائيا، عندهم لاعبيه برا قدروا يسمعوا الفريق وما دخلهمش. بعدا حنا عملوا دو بارتيدو، حنا كنتسناوهم يعملوا شي حاجه، ما كناش عوالين عليه على النتيجه هيدا، ملي ماركا كوند رونالدو قلنا نرجعوا في بارتيدو، لعبنا الكره 90 دقيقه كامله و 95 دقيقه كنا حنايا اللي شابرين بارتيدو. غير فيرو نار عمل شي تغييرات غلط بزاف، ما كانش يخصو يعمل ديك التغييرات مره، كان خصو يدخل فجر في الاول، امين حارث ما دخلوش مره، كارسيلا ما لعبش بارتيدو سويديين كاملين، ما عندوش شي مره ما جاهزش بارتيدو، ما كانش خصو يلعب هو. لعبنا الكره الدراري عملوا اداو 90 دقيقه ممتازه والله يوفقهم. دار مباراه قويه، الدراري لعبوا بجرينتا، داروا روح قتاليه، كتنقصنا شويه النجاعه الهجوميه، الروح كاينه، الافريقيه بربعه بهم ديال العربيه اللي شاركت في كاس العالم، كلهم باغيين عندنا بيت واحد اللي هو الترشح بين المرور الدور الثاني، ما تحققناش. اخر مره المغرب كانت 86 تاهلوا الاخر لكاس الدور الثاني، دابا ما كتبش كيشتي امرابط دار المباراه قويه، زياش كذلك، كانت الروح القتاليه النجاعه كي قلت لك هي اللي كانت ناقصه. شعور ما نقدرش نوصفه لك دابا، المهم حزننا وكان ما لعبوش هانيه، ولكن دابا حيت لعبوا الماتش ومينيموم كان يستاهل التعادل، ما يستاهلش يتغلبوا. لعبوا هما لعبوا والبرتغال ماركاو وربحوا للاسف.